والله بعد اداء مراد جعفري مش حب ندير الكويز بصح لازم ندير. انا بصح انا بدلت ميتي ما نلعبش معاكم كاع كويز راني كوريست معاه. علاش وقتاش قلت لي عندنا لي دات؟ طيب كاين اذا نعم مراد غادي نلعبوك نطرا علينا. انا جامي خسرت راك معايا تاي. لا لا سناو سناو باش مره واحده ربح. لا 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 باش نقول لكم فقط انه خرجنا من الشعبي باش مراد جعفري ما يعرفش لي ريبونس لانه كون درنا الشعبي يعرف كاع يربح. يلا كريم راك محظوظ لانه راك مع سالي. اوكي سالي تعرف كاع الاغاني وكل يوم هي اللي تربح في الكويز. مراد ضربوني بعين عباك اني شفت مراد. انا غناني غنيته درك حفظته اخر مني كيفاش راح نربحوا هذا. حفظت له اول غنيه نيسا اني حفظت له اول غنيه ديالو اللي غضب عليا. قولي لي علاش ان 92 91 واش نزيد اكثر من قالنا قديمه. لا راحت لي لواحد لا شونسون يعني اول البوم تاعي اللي غضب عليا. قولي لي انتي وش بيك لا شو هرب عليا يا كنا يا نبغيك سبب المحان القوية طول العام راني ما نهناشي سبب المحان القوية طول العام راني ما نهناشي. يا الله